لكن طبعا اكيد بنهني نادينا العظيم النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه بيحقق ارقام قياسيه على مستوى بطوله افريقيا لا مثيل له، وعلى مستوى العالم الحقيقه. الفوز الكبير على مازيمبي بثلاثيه نظيفه في المباراه الماضيه، والصعود للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا طبعا، وضرب موعد مع فريق الترجي التونسي. مباراه هتكون مباراه صعبه جدا، ولكن النادي الاهلي هو نادي بطولات. نادي الاهلي في الحقيقه المباراه اللي فاتت كانت مباراه رائعه على المستوى الاداره الفنيه، على مستوى اللاعبين، على مستوى تالق. يعني بنتكلم على لعيبه كثيره جدا، مش عايز اقول اسماء لان الفريق الحقيقه كان قدم ملحمه كبيره جدا جدا رغم الضغوط، ورغم اللي يمكن في الشوط الثاني هدف لم يحتسب بداعي التسلل، واعصابنا كلها الحقيقه كانت متوتره جدا، ولكن قدر النادي الاهلي الحقيقه بخبرات لاعبيه والجماهير العظيمه اللي حضرت، وكان ليها الحقيقه فعل السحر على اللاعبين، والفوز بثلاثيه نظيفه عشان يتاكد وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه للمره الخامسه على التوالي. رقم كبير جدا، رقم عالمي. النادي الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله، طبعا كان خطوه مهمه جدا، ولكن تبقى البطوله هي الاهم مفيش شك. كان مباراه كانت صعبه سواء كانت في الكونغو في مازيمبي او في القاهره، فانا عايز اقول لحضراتكم ان الاهم خلاص الاهم هي البطوله. ومباراه الترجي الحقيقه مباراه صعبه على الفريقين. الترجي اسم كبير، النادي الاهلي كمان اسم كبير جدا، وان شاء الله النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله تكون النجمه ال 12 ان شاء الله، تتوج تيشيرت النادي الاهلي ويحقق ان شاء الله انجازات كثيره جدا وارقام قياسيه على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الفريق بشكل كبير جدا جدا. كل التحيه والف مبروك لجماهيرنا، الف مبروك لفرقتنا والاداره الفنيه ومجلس الاداره. وصفحه اتقفلت لان احنا ان شاء الله عندنا لقاء يوم الاربعاء في البطوله المحليه مع نادي المقاولين، اعتقد مع المقاولين، وهيكون المباراه ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. وزي ما بقول لحضراتكم الخروج من بطوله لبطوله وضغط المباريات، الحمد لله عوده كبيره جدا لعدد لا باس به من لاعيبتنا اللي كانت مصابه، ده هيساعد كولر انه يحط تشكيله، يحط السكواد بتاعه بشكل اريح شويه، وعندنا كل اللعيبه الحمد لله ان شاء الله تكون جاهزه، لان يعني الفتره اللي جايه محتاجه فعلا، محتاجه كل لعيب ومحتاجه كل الجماهير ان شاء الله تساند النادي الاهلي.